دكتور ماجد، كنت عايز تدخل الهندسه، والدك اقنعك تدخل الموسيقى، محطات تانية في حياتك مهمة، دكتورة رتيبة الحفني اختارتك تعزف قانون، وبعدين أول حاجة ليك بقى مع الفرقة المسيحية وتكريم محمد عبد الوهاب على أكبر مسارح لندن. دي كلها صدف، ترتيبات يعني من عند ربنا، من عند ربنا ده عشان بيحبنا وبيحبك. بيحبني طبعا. ايه اللي يعني احكي لي بقى اول مره كده الفرقه المسيحيه وفي لندن تكريم عبد الوهاب. هو انا كان من خلال الفرقه ام كلثوم اللي هي فرقه المعهد، عزفت فيها عزف منفرد عباره عن تجميع لمعظم صروهات محمد عبد الصالح عازف القانون مع ست ام كلثوم في اغاني ام كلثوم، ومقطوعه كده من كتر حبي ليه فسميتها عزيزي عبد الصالح، وعملتها واتذاعت مره واحده قدام التلفزيون. لكن ترتيب ربنا احمد بر حسن قدام التلفزيون قاعد واتفرج عليك، واتفرج عليها وعنده مشكله مش لاقي عازف قانون يسافر معاه لندن حفله تكريم عبد الوهاب من الجاليه المصريه هناك. فاول ما شافني وكان ربنا موفقني جدا، ما فيش اي رمشه، كله صح يعني. فراح مكلم عميد المعهد، ايه الواد ده كويس، ده ايه ظروفه ايه؟ قال لك تمام. قال له بقى تمام ومخلص الجيش ومعاه باسبور وكل حاجه جاهزه يعني. فراح خد رقمي وكلمني واداني ميعاد في الاستوديو عشان يديني نوت اذاكرها، واداني ميعاد السفر وخد صوره للباسبور، وخلاص بقيت منضم ليهم من الوقت ده في التاريخ ده يعني، عشان بدايتي تكريم استاذ عبد الوهاب من الجاليه المصريه في لندن. بدايه تاريخيه. بس انت كنت بتحب، مش عايز تدخل المزيكا ليه؟ عايز تدخل هندسه. المزيكا هندسه على فكره، ده اروع تركيبه هندسيه هي الموسيقى. هو بابا جواه حاجتين، كان مطرب هايل جدا بجد ما شاء الله، في شبابه وما كملش، وهو بيشتغل مهندس الالات الكاتبه والحزم، يعني انتوا برضو جينات. فهو كان بياخدني معاه من وانا عندي 7 سنين، اساعده في اجازه نص سنه واجازه اخر السنه. فشبطني في حاجه حبيتها جدا وكنت شاطر فيها جدا يعني، في اخر كام سنه كنت معاه بساعده، كان هو اللي يعني بيجي معايا مش انا اللي بروح معاه يعني، فاهم يعني؟ انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي بتشاطر وبتفهمها، وعايز اعمل بقى ايه الابديت بتاع بابا، ادرس بقى الالكتروني وابقى الالات الالكترونيه منها، فهخش كليه الهندسه عشان اكمل ابقى امتداد بابا. فهو شبطني في حاجه وبعدين جه يقول لي لا. موسيقى يعني. بس ايمان، انت مطربه اوبرا، مطرب الاوبرا ده يعني هو عنده ثقل وعنده قوه ويعني شيء فاخر كده، لكن دايما ما عندهمش الحظ او الانتشار الجماهيري، ليه؟ عشان في ناس كتير قوي بتفكر ان مطرب الموسيقى العربيه ما بيعرفش يخرج بره القالب. ولو ان احنا لو جينا نفكر يعني نشوف مين المطربين الموسيقى العربيه اللي خرجوا بره القالب، عندنا انغام، هاني شاكر، شيرين، كل دول متربيين جوه الاوبرا والموسيقى العربيه والطرب، مدحت صالح، كل دول حفلاتهم كامله العدد. فالفكر ده مش صح. الحقيقه ان مطرب الموسيقى العربيه هو يعني المطرب اللي اتربى فنيا صح، ده اللي عنده طبعا الاحساس والحضور والكاريزما، الثقل يعني. يقدر ازاي يأدي وازاي يتعامل مع الجمهور، لان الالات الحديثه دلوقتي في الاستوديوهات خلت اي حد ممكن يغني. طب انت مطربه قويه جدا، شاركت في برنامج اكتشاف مواهب عشان تاخدي الانتشار الجماهيري والاعتراف بنجوميتك، ولا كان ليه؟ اللي خلاني اتجه الاتجاه ده بعد ما كنت رافضه تماما من بدايه ما يعني، كانوا حتى لما بيعملوا معايا انترفيو يقولوا لي ليه ما تفكريش، كنت بعتبر السؤال ده مهين، ان ازاي انا مطربه اوبرا وبغني في مهرجان الموسيقى العربيه من اول سنه يعني. انا دخلت الاوبرا عمري 17 سنه، من اول سنه دكتوره رتيبه الحفني حطيتني في مهرجان الموسيقى العربيه، واخده جوائز على مستوى العالم وكده، فكان ده بالنسبه لي ازاي ان انا اروح مسابقه زي دي. ولكن اللي خلاني اغير فكري ان انا لقيت ان ده باب بيفتح انتشار كبير جدا للمطرب وبيوسع النافذه يعني، بدل انا ليا جمهور في الاوبرا وجمهور عارفني وبيحضرني، بس كنت عايزه اكتر، كنت عايزه الدايره توسع، يبقى الناس تسمعني على مستوى العالم كله. والحمد لله حققت هدفي جدا، وكان ليا حظ ان انا اوصل كمان للفاينل. اولا انت عندك مقاومات ممكن ما تبقاش موجوده في ناس كتير، انت قمر يعني، شكل مصري عربي جميل غير الصوت الحلو، وعندك كاريزما يعني فيكي كل مواصفات النجوميه. ما تيجي يلا نسمع حاجه.
عايز تقول حاجه دكتور؟ قلت انا اؤيد في موضوع قمر ده. اه طبعا طبعا قمر يعني انت محظوظ وماما كانت داعيه لك. احب اقول كمان من خلال البرنامج ده اول برنامج بعمله في 2023 ان شاء الله السنه دي هتسمعوا سنجل قريب وهيكون في ألبوم ان شاء الله. هنتكلم عن التفاصيل بس نسمع النار الايده. يلا عشان انا بحب انا بحبها جدا. وانت اخترت النار الايده وانا بحب كل الاغاني. موضوع الكلمات ساحر. انا دايما بحب اختار الكلام اللي فيه عشان نقول كل الاغاني ممكن ما نقولش الاغنيه كامله. اه هنقول مقطع بس. اه يعني هي جت للاسف على فايزه والنار الايده بس معلش يعني. وعبد العزيز ويبكيني ليالي ويفوتني للنار
يعني ولا اروع والله.